يعدوا التجمع الوطني الأحرار اليوم نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف، وهو ما تظهره التقارير من خلال التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدم من طرف الدولة. أخوات وإخوة أعضاء المجلس الوطني، إن أشغال مجلسنا الوطني تنعقد في ضفية كتشهد فيها المملكة تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة، وبقدر ما يعمق هذا التقدم شعورنا بالاعتزاز فإن بالموازاة مع ذلك يعكس الموقع المتميز التي باتت تحتله المملكة المغربية على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها جلالته الملك محمد السادس حفظه الله كل مسارات تطوره وازدهار البلاد على كل الأصعدة. وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بالدينامية التي تشهدها دبلوماسيتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسة على تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين بناء على مبدأ رابح رابح من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج وتبادل التجارب والخبرات. في هذا الإطار كتجدر الإشادة بالعلاقات المتينة لكثرة المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تطورت نحو جيل جديد من الشراكات تم تتويجها شهر نوفمبر الماضي بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تجديد فعلي وحقيقي للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والأمنية. وهي مناسبة كذلك للتنويه بالمبادرة الدولية لصاحب جلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من المنتظر أن تساهم بالنظر إلى الحكمة والوجاهة التي تتميز بها في تكريس البعد الإفريقي للمغرب وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى أفضل إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي. اسمحوا لي أن أعبر عن عميق افتخارنا بالمكان التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي بفضل الثقة المتزايدة في بلادنا وصدقية التزامها، الشيء الذي تجسد في الانتخاب التاريخي للمغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تولي بلادنا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إن المكتسبات كتشكل تتويج واعتراف حقيقي واضح وصريح من المنتظم الدولي بالجهود اللي كتبذلها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك في سبيل مواصلة مسار تعزيز الممارسة الحقوقية والديمقراطية وتعزيز السلم والأمن الدولي. وفي نفس السياق الحقوقي استغلوا فرصة الحديث أمامكم لتقديمي الشكر مرة أخرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية
استكمالا للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية على عهد جلالته. ولا يفوتني هنا التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكس توالي الاعترافات المغربية الصحراء كتتويج لمجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف اللي كتتكف على مقترح حكم الذات كقاعدة وحيدة ذات مصداقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل. وفي هذا الإطار نؤكد تجندنا وراء جلالة الملك في مواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لمناورات الخصوم. وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة التي خلفت آلاف ضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي، فإننا ندعو إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار نحيي جهود صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. مناضلات المناضلين ديال الأحرار حضرات السيدة السادة انعقاد ديال المجلس الوطني هذه السنة كيتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية في ظرفية وطنية تتميز بالمنح الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي لبلادنا. المسار المدعوم بالجهود الحكومية اللي كترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية الوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل لقد عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة الوطنية العليا، حيث كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسية ضيقة، وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنفيذ جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإجراءات. إذ تمكننا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي. ولمواصلة هذا المسار لابد لي أن أؤكد على أن المرحلة القادمة تستدعي منا إظهار نفس الروح الإيجابية وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الضفية، باعتبار أن هذه التحديات كتقتضي منا تجاوزات كل الأجندات السياسية، لأننا مقبلون على سياق وطني ودولي كتحكم تغييرات عميقة وإكراهات هي متجددة. سياق كيفرض علينا مواصلة تنزيل أوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية ومواجهة الإشكال
إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبناتي وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات. سيدات السادة أعضاء المجلس الوطني، إننا ماضون بكل مسؤولية وعزم في استكمال مسيرة النماء والتقدم بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ذلك أننا ولله الحمد خلال السنتين الماضيتين بفضل التوجيهات الملكية السامية وعلى الرغم من كل الصعوبات والإكراهات من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول. وفي هذا السياق شكل إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. إنه إنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة. واليوم مع البداية ديال الشهر، أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد الظرفية ديال كوفيد، 2,600,000 ديال الأسرة توصلت بين 500 درهم و 1200 درهم. وانتم في الأقاليم ديالكم لا شك أنكم لبستوا هادشي، والمواطنين بالفعل لبسوا أن هذه الحكومة فكرت فيهم وفكرت وليداتهم، وديك الأسر اللي محتاجة حست أن الدولة كذلك كاينة واقفة معاهم، وبلي هذه الحكومة عندي الكلمة ديالها. وأنا شخصيا حريصت باش يكون السجل الاجتماعي وقانون التطبيق ديال القانون ديالو هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية. حضرات سيدات السادة، لقد كان هاجس هذه الحكومة منذ تنصيبها إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية على غرار التقدم الحاصل في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. كنا مع مطلع هذه السنة على موعد تاريخي للشروع في برنامج دعم السكن. هو برنامج مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تمكينهم من سكن يليق بكرامة المغاربة. وكتجد الإشارة أنه أكثر من 48,000 مواطنة ومواطن قدموا بطلبات للتسجيل المنصة للدعم السكن للحصول على هذا الدعم المقدم من الدولة. وبنفس الإرادة والعزيمة واصلنا قيادة المجهود الجماعي مع مختلف الفاعلين لتحسين الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية الوطنية واستدراك التأخر الهيكلي المسجل في هذا المجال. وفي هذا الإطار تمكنت الحكومة من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة العطور الطبية ومهنية الصحة. كل هذه الجهود تساهم بلا شك في تسهيل وسلاسة مسارات العلاج وتجاوز كل المعيقات اللي كان كيعيشها المواطنون من أجل خدمة صحية كتحفظ الكرامة ديالهم. واستكمالا للمجهودات الكبيرة المبذولة لتأهيل قطاع الصحة العمومية وضمان جودة العرض الصحي، كانت الحكومة على موعد مع التاريخ بتنزيل ورش التغطية الصحية والتسريع من وتيرته على أرض الواقع. حيث تمكننا مع متم سنة 2022 في احترام الأجندة الملكية من فتح
باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري على المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في برنامج المتضامن تتحمل الدولة اشتراكاته الشهرية بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا. مناضلي ومناضلات الحرام، لن أبالغ إن قلت لكم أن الحكومة التي أتشرف بقيادتها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه. ذلك أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، كما أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى منا التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف الإشكالات والجوانب. سينصف التاريخ هذه الحكومة التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل لا رجعة فيه للمدرسة المغربية وكذلك الجامعة الوطنية. فعلى الرغم من كل الصعوبات اللي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنا ولله الحمد مع ما تم الدورة التشريعية الخريفية وخلال الأسبوعين الماضيين من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح. واختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية واقتصادية للقطاع، أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي كتضمن آليات حوار اجتماعي التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتخليل المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما. الثبات التاريخية لصالح الأسرة المغربية ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياسات ديالها والبرامج ديالها، وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا اللي كتهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، زيادة في الأجور ديال فئات عريضة من الشغيلة في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو رفع من الحد الأدنى ديال السميك أو ديال السمك ديال الفلاحة. وهذه كله هو تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شمولتها. حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية. حضرة السيدة لا شك أنكم على وعي تام بالظروف والسياقات اللي كتحملناها في المسؤولية ديال تشكيل الحكومة، ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بتعبئة شاملة للتخفيف من آثار الأزمة على المعيش الوطني اليومي للمواطنين ودعم قدراتهم الشرائية. فمنذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة. أزمة جزء منها مستورد بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية. وأمام كل هذه الصعوبات كنا حريصين على مواصلة دعم القدرة الشرائية
للمواطنين والحماية ديالهم من الصدمات الاقتصادية المتتالية. كما عبأت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية حوالي 10 مليار ديال الدرهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف. وقد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة اللي اتخذناها لمواجهة الإكراهات الدافية من تراجع معدلات التضخم بشكل ملموس، حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى 2.5% إن شاء الله. وطبقا لإشكالية الناس، فقد صارعت الحكومة لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع، حيث قمنا في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر من إنجاز مشروع طريق السيار المائي الرابط بين حوض سبوق وبيرقاء لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الطامدة. وستواصل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي لتزود بالماء الصالح للشرب والمياه السقي 2020-2027 من خلال مجموعة من المشاريع الميكلة. في هذا الإطار عملنا على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجوف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية وربط سد دار خوفة بمدينة أنشاء. وستمكن هذه المشاريع في هذه الظرفية الخاصة من ضمان استقرار حاجية المواطنين من الموارد المائية خلال فترة الصيف المقبل. نتمنى على الله خير إن شاء الله. الله يرحمه. بنفس الإصرار والعزيمة كان وصل مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعا لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها الفئة ديال الشباب. ذلك أننا واعون تمام الوعي أن مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية اللي كتقوم به الحكومة بالتنزيل ديالها كتطلب واحد المجهود مالي استثنائي. فملي تحملنا المسؤولية كنا حريصين على ضمان توازنات المالية للدولة والسلام وضعيتها المقروة الاقتصادية. وفضل المجهودات المدولة على مستوى تحسين المداخل، حققت مداخل الدولة ارتفاعا 6% مقارنة مع 2020، مع تسجيل تقريبا 103%. هذا الشيء اللي كان طيبي في الثروة الفينانسية. كما نواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية، إن شاء الله كنطمحوا باش يوصل في 2026 آخر المسار ديال الحكومة الحالية إلى 3.5% العجز ديال الميزانية. وما هذا الشيء غادي يمكننا من التحكم في مستوى المديونية. وفي نفس المسار كتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات للصادرات من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023. وهذا وسجل كذلك مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة ما قبل يعني أزمة الكوفيد، حيث تمكنت الحمد لله بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادي التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع. استثمار النجاحات المتعددة اللي حققتها بلادنا سيكون في السنوات المقبلة على موعد مع تظاهرات هامة، وهو تأكيد واضح على أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أصبحت شريكاً
موثوقا في تنظيم وتأمين وإنجاح الملتقيات القارية والعالمية. مناضلات ومناضلي الأحرار أيتما ديسني، لقد كنت حريصا منذ تنصيب الحكومة وبالرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنجازات، أن نمارس أدوارنا التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والذي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016. إن تصدرنا للمشهد السياسي هو ثمرة مجهود جماعي وعمل قاعدي مبني على التواصل وسياسة القرب التي ننهجها منذ المؤتمر الوطني السادس للحزب. إن تصدرنا للمشهد السياسي لا يمكن قراءته من الزاوية العددية داخل معادلة العمل السياسي، بل من خلال مسؤولية سياسية نعي جيدا حجمها وثقل آثارها على مستقبل وطننا. إن تصدرنا للمشهد السياسي هو تأسيس لمرحلة جديدة تستجيب لمبادئ القوم وتخليق الحياة الحزبية الوطنية. فلقد كان هاجسنا على الدوام الإصرار على دينامية القوم التي تجمعنا بالمناضلين والمناضلات وعموم المواطنين، والتي تسجلت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة. إن هذه المنتديات الجهوية كانت بالنسبة لي شخصيا والقيادة الحزبية كلا فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل والإنصات مع أزيد من 10,000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين الذين يمثلون ثلث المنتخبين داخل البلاد ديالنا، ومعرفة التحديات التي كتواجه الفئة في بلوغ جماعة ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين وتساهم في المسار التنموي التي تعيشه المملكة. وإن مخرجات هذه الجولة سيتضمنها عرض سياسي جديد نتمنى أن تشكل نقل نوعية في مجال التدبير الترابي والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أغلبية أو معارضة. شباب، نساء، ومناضلي الأحرار، إن لقاءنا اليوم هو فرصة لأعبر لكم عن اعتزازنا بالأدوار الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقين البرلمانيين لحزبنا تماشيا مع متطلبات المرحلة وانتصارا للقيم التي تجعلنا أكثر قرب من المواطنين والمواطنات. ولقد أثبت الواقع والممارسة أننا كنا على صواب عندما قررنا إحداث هيئات موازية للحزب. فمنذ المؤتمر السادس استطاع حزبنا بعض روح جديدة في العمل الحزبي وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية. نعم، لقد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقل في المناضل التجمعي وجعله قادراً على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار الطلاعية في المؤسسات الحزبية وطنياً جهوياً إقليمياً وحتى محلياً. لقد أثبتنا بالملموس أن مبدأ تجديد النخب وتخليق الحياة العامة منهاج ورؤية تجمعية مترسخة، واصلنا عبرها تأكيد مكانة التجمع الوطني للأحرار الذي شكل على الدوام رقما صعبا في المعادلة
السياسية الوطنية. نعم إن تصدرنا للمشهد الحزبي ما جاش من فراغ، بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية، وهي قوة كذلك المستقبل ديال الحزب إن شاء الله. أزيد من 10,000 شابة وشاب في مختلف الجهات والأقاليم، 19 منظمة موازية للحزب كتهتم بمختلف المجالات. ما يفوق من 62% من البرلمانيين الأحرار يلجون أول مرة حبة البرلمان. أكثر من 3400 من المنتخبين الجماعيين الأحرار يمارسون لأول مرة العمل الترابي. عدد جديد، هذا عمل كبير، هذا هو العمل اللي جبنا يعني. بالإضافة إلى أن 6 من النواب البرلمانيين الشباب ينتمو لفيدرالية الشبيبة التجمعية. فلا حرج لنا في القول وبدون أي مركب نقص أن التجمع الوطني الأحرار بات يشكل مثالا يحتذى به ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل القادرة على تحمل مسؤولية كبيرة ديال الشأن العام. وهو ما يجعلنا المعني الأول، إذا كعدينا مسؤولية نحن المعني الأول بحماية وتحصيل المكتسبات الديمقراطية اللي راكمتها البلدين. وكيفنا اليوم مطالبين، احنا مطالبين بالمزيد من العمل. اليوم احنا مطالبين بس نزيدوا نشتغلوا في البرلمان، في الجماعات، في المنظمات، في الهيئات الموازية، خاصة نجدوا الدينامية الكبيرة ديالنا أكثر من قبل. والهيئات الموازية العديد من هذا المؤتمرات ديالها واللي باقي ما داوش خصو يديروه. العمل ديال التغطية والتواصل مع المواطن هو أول مهمة ديالكم اللي خصكم ديروها. هادشي ما غاديش يديروا شي حد آخر، خصكم ديروه أنتوما. وأنا كما عرفتوا كما غادي قولي معاكم ومرافقكم في هذا المجال هذا. وخرجوا تكلموا مع الناس. وبينوا الخدمة ديالكم للمواطنين. هادشي اللي قمنا به يعني راه ماشي سهل، راه خصكم تفتخروا به وترفعوا به بوجهكم الحمر لأنه نتيجة إيجابية. بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني، حنا اليوم كحزب وحكومة واعون بحجم الانتظارات التحتيات اللي كتواجهنا، مستحضرين في ذلك ثقة الأمانة التي قلدنا إياها صاحب جلالة نصره الله، بحجم الثقة اللي وضعوا فينا الغربة، وهو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتنا السياسية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صداه إلى قلب كل أسرة مغربية دون بيع الوهم للمواطنين أو بيعوش الوهم للمواطنين ونخاطبهم بالعواطف والأمنيات بل بشرعية الإنجازات. ونحن اليوم بكل ثقة وبسؤولية مستعدون لاستكمال هذا المسار النووي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. السلام عليكم. ما تنسوا
تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.